رغم أن النجمين جينيفر جارنر وبن أفليك بيحاولوا يبينوا دايماً أنهم عندهم ثقة بالنفس وإلمام بكيفية تربية الأبناء، لكن الحقيقة أنهم بيطلبوا دايماً النصيحة من شخص آخر بالوسط الفني. جارنر معروف أنها أم 3 أولاد، وصراحت مؤخراً أنها لما بتقابل النجمة ريس ويدرسبون الحائزة على الأوسكار بيتبادلوا الخبرات والنصائح في كيفية التعامل مع المشاكل المختلفة اللي بتواجه الأباء. إلى جانب نجاحها المبهر في مشوارها الفني، دايماً بتوفر جارنر الوقت لأبنائها وبتهتم بأدق التفاصيل زي تحضير الغداء ليهم يومياً وتقضية وقت كبير في سرد القصص والحكايات ليهم كل يوم الصبح. أما بالنسبة لجوزها بن أفليك فهو مشغول جدا في الفترة الأخيرة بعد ما تم اختياره للعب بدور باتمان في الفيلم الجديد باتمان فيرسس سوبرمان داون أوف جاستس، وبالتالي ما بيقدرش يقضي وقت كفاية مع أولاده الصغيرين في السن. ومن حسن الحظ إن زوجته النجمة الجميلة متفهمة جدا انغماسه في العمل وراضية كمان إنها تتحمل جزء كبير من المسؤولية عشان هو يقدر يركز في شغله. ليناردو دي كابريو العازب الأشهر ومعشوق النساء لسه قصته مع المطربة ريهانا شاغلة الأوساط المختلفة في هوليوود. وفي مفاجأة جديدة كشف المتحدث باسم دي كابريو أن النجم على عكس الشائعات ليس على علاقة بريهانا وأنه عازب من فترة وحتى اللحظة دي، وربطت الشائعات بين النجمين في وقت ظهورهم في إحدى المناسبات وكان يتصرف وكأنهم على علاقة. ومؤخرا تلقت الاخبار حكايه حضور دي كابريو حفل عيد ميلاد ريهانا، ولكن بناء على مصادر دي ده ما بياكدش علاقتهم. ورغم ان ريهانا حاولت اثناء الاحتفال انها تخلق مسافه ما بينها وما بين دي كابريو وبين كل النساء التانية وفضلت جنبه وما سابتهوش لحظه، لكن دي كابريو ما حبش الطريقه دي خالص وما قبلش ان حد يراقبه او حد يتحكم في تصرفاته وانهى علاقته المؤقته بريهانا فعلا. واضح جدا ان دي كابريو مش هيدي كتير من وقته وطاقته في التفكير في انتهاء العلاقه، لانه حسب تصريحات مستشاره الإعلامي والمتحدث باسمه مشغول جدا بتصوير احدث افلامه ريفيننت، وده اللي حاليا شاغل تفكيره مش ريهانا مغنيه اي لاف يو اي هيت يو. ومن وقت اعلان ليناردو الانفصال عن ريهانا رجعت قربت تاني من حبيبها القديم كريس براون، ومين عارف يمكن يكون هو حبيبها الجديد اللي هيعوضها عن حب دي كابريو. زي كل سنة بيقرب مهرجان MTV السنوي للسينما النوع المحبوب من الأفلام اللي بيدير مهرجان الأوسكار ظهره ليها، وبتخرج من سباق جوائزه. والأفلام الثلاثة الأكثر ترشحاً لجوائز مهرجان القناة الموسيقية MTV السنوي هم Guardians of the Galaxy و The Fault in Our Stars وفيلم Neighbors، وحصل كل منهم على 7 ترشيحات. أكبر جائزة في المهرجان هي جائزة فيلم العام، وبيتنافس عليها فيلم Guardians of the Galaxy من إنتاج مارفل مع أفلام The Hunger Games Mockingjay Part 1 و Gone Girl و American Sniper و Whiplash و سيلما و Boyhood و The Fault in Our Stars. وكعادتها بتطرح MTV جوائز في كل المجالات، مش بتخيل رؤيتها في حفلات الأوسكار كجائزة أفضل أداء بدون تي شيرت. ومرشح السنة دي هم الفائز بيها في العام الماضي زاك أفرن عن فيلم نيبرز، إلى جانب كريس برات عن فيلم Guardians of the Galaxy وشانينج تيتم عن فوكس كاتشر وأنسل ألجرت عن فيلم The Fault in Our Stars. وأخيرا عرضت الأزياء والجديدة على عالم السينما الممثلة كيت أبتون عن فيلم The Other Woman.